الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، أهلا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. حتى لا أطيل عليكم وكالعادة أترككم مع هذه العناوين. أنباء عن تراجع غلامورا عن اتهاماتها السابقة لدنيا بطمة. أكدت مصادر قضائية أن اليوتيوبرز سكينة غلامور وخلال جلسة النطق بالحكم التي احتضنتها ابتدائية مراكش أمس الثلاثاء أنكرت أي علاقة لدنيا بطمة بحساب حمزة مبيبي، ما يتنافى وما صرحت به الضنينة في مراحل سابقة من التحقيق، ما يفتح مسار التحقيق مع دنيا بطمة وأختها ابتسام على احتمالات جديدة. هذا وقضت المحكمة الابتدائية بمراكش في وقت جدا متأخر من مساء أمس الثلاثاء 11 فبراير 2020 بإدانة المتابعين الثلاثة في الملف المعروف إعلاميا بحساب حمزة مومبيبي، سكينة غلامور، وسيمو ظاهر، وملفراري بسنتين سجنا نافذا في حق كل منهم و10,000 درهم غرامة وتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم وعدم الاختصاص بالنسبة للمركز الوطني لحقوق الإنسان وسعيد شرف. دنيا بطمة وشقيقتها تمثلان أمام قاضي التحقيق في هذا التاريخ. تمثل المغنية المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام أمام قاضي التحقيق بالغرفة التلبسية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم 24 فبراير الجارية، وذلك في إطار الاستنتاق التفصيلي على خلفية متابعتهما في ملف حمزة مومبيبي. وكانت الشقيقتان بطمة قد غادرتا المحكمة الابتدائية بمراكش مساء يوم الاثنين 10 فبراير 2020 بعد الاستماع إليهما من قبل قاضي التحقيق في إطار الاستنتاق التفصيلي، ليتم تحديد تاريخ 24 فبراير الجارية موعدا لاستكمال التحقيق معهما، نقلا عن محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان وأحد المشكين في الملف. يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش كان قد قرر الشهر الماضي منع دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام من السفر وسحب جواز سفرهما، بالإضافة إلى رفع قيمة الكفالة التي دفعتها دنيا لتحصل هي وشقيقتها على السراح المؤقت إلى 800,000 درهم. نيبا يعلق: داكشي اللي طرى لبنتي اثر فيا وظاهر كون كان صاحبي ما كانش غايدير ليا هكا. امتثل اليوتيوبرز الشهير بنيبا يومه الثلاثاء لجلسة الاستماع التي تهم قضية حمزة مومبيبي، وعبر نيبا عقب الاستماع لأقواله عن أسفه لما تعرضت له ابنته، مؤكدا أن ما جرى لها أثر فيه كثيرا، وعن علاقته مع المتهم الآخر في القضية محمد ظاهر: ماشي أنا اللي نسمح لها، الله اللي يسمح لها، وكو كان صاحبي ما كانش يدير لي هكا. دنيا بوتازوت تفاجئ جمهورها. فاجأت الممثلة المغربية دنيا بوتازوت متابعيها على موقع الانستغرام بصورة تظهر أنها في الشهور الأولى من الحمل، وعلقت دنيا بوتازوت على الصورة قائلة: اللهم هون علي وعلى كل نساء المسلمين وارزقنا الذرية الصالحة أنا وكل من قال آمين. وعلى إثر هذه الصور انهالت تعليق المعجبين على صورة الفنانة دنيا بوتازوت مهنئينها بالحمل ومتمنين لها الذرية الصالحة.
تعاطف شديد مع إليسا بعد اعترافاتها المؤثرة في أحدث ظهور لها. أحدثت اعترافات الفنانة إليسا المؤثرة في أحدث ظهور لها ضجة كبيرة بين متابعيها، وذلك بعدما كشفته عن محنة مرضها وتأثير عائلتها عليها، معبرة عن عدم حزنها لأنها لم تتزوج أو تنجب حتى الآن. وقالت إليسا في تصريحاتها لموقع صحيفة النهار اللبنانية: البعض لا يعرف أنني أصبت بهذا المرض بسبب قصة في حياتي تعرضت فيها لمواقف صعبة ضغوطات سيئة، لأن الحالة النفسية السيئة قد تفقدك حياتك للأبد. مرضي لم يكن تجربة سيئة للغاية، على العكس تماما، زادني قوة وإصرار وعزيمة لا يزعجني الحديث كليا عنها. أكملت النجمة اللبنانية: لا أخشى شيئا سوى مرض من أحب فقط، أما الموت فلا أبالي به، فأنا أعيش يومي فقط ولا أنظر للغد. وبالنسبة للأمومة فهذا الشيء أشكر ربي كثيرا لعدم زواجي وإنجابي، أما الوحدة فليس لديها مكان عندي، حيث إني لدي الكثير من الأصدقاء والأحباب. كلام إليسا أصاب جمهورها بحالة من التعاطف، وجعلهم يتداولون مقاطع من المقابلة التي تحدثت من خلالها بكلمات مؤثرة من القلب. من جهة ثانية، أشعلت إليسا الأجواء عبر تويتر بتغريدة لها من خلال حسابها الرسمي، تحدثت من خلالها عن تجديد الثقة في الحكومة اللبنانية، حيث كتبت: من وين بدكن نعطي الثقة ونحن ما شفنا منكن إجراء واحد يساعد الناس بالأزمة؟ من وين بدكن ثقة وانتو عم تثبتوا لنا كل يوم انه مش ناويين تنهزوا من محلاتكن، وانه السلطة هي هدفكن الاول؟ من وين بدكن ثقة وما تركتوا لنا شي بهالبلد؟ صور أصالة تثير الجدل حول عملية تجميل فاشلة في الوجه. تسبب ظهور نتوء واضحة للعظام وتكتلات للجلد في الجانبين الأيمن والأيسر من وجه المطربة أصالة بحفلها الأخير ضمن مهرجان هالا فبراير الكويت. في رواج أنباء أكدت خضوعها لجراحة تجميل فاشلة لتنحيف الوجه، خاصة وأنها ظهرت قبلها بأسبوع بمقطع فيديو مع ابنها الأكبر خالد بملامحها العادية. وجه أصالة ظهر مليئا بالنتوءات في خدها الأيمن وعلامات على الجلد في الجانب الأيسر أثناء اللقاءات الصحفية، ما دفع البعض لتأكيدها أنها خضعت لجراحة فيلر فاشلة تسببت في ترهل بعض مناطق الوجه وشد مناطق أخرى بأكثر من اللازم. ولهذا اعتمدت أصالة على تغطية وجنتيها بخصلات من شعرها أثناء جلسة التصوير الرسمية، ولكن عدسات المصورين أبرزت هذه التغييرات عند التصوير من الجانب. وأكد البعض أن زيارة أصالة الأخيرة لطبيب التجميل المقرب فادي نصر كانت للخضوع لعملية فيلر لإخفاء التجاعيد، وكان من المفترض ألا تظهر لفترة حتى تختفي النتوءات، وهو خطأ وقع فيه النجم أحمد عز عندما خضع لجراحة مماثلة وظهر بوجه متورم في العرض الخاص لفيلم الخلية، ثم عادت ملامح وجهه لطبيعتها بعد أيام قليلة. يذكر أن أصالة وجهت تغريدة صداقة ومحبة في شهر أكتوبر الماضي إلى طبيبها الخاصة عبر حسابها على موقع تويتر، قالت فيها: هو الفنان الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري، وهو اللطيف الذي أشكي له مما يزعجني بمرات فيصالحني عليها بمنتهى النعومة وببساطة الدكتور فادي نصر. وجاء رد الطبيب على الفنانة قائلا: أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، ومن معرفتي وصداقتي بأصالة هي من الفئة القليلة التي تشيع بمحبتها للناس، فتمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، وأنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها. وأثيرت مؤخرا شائعات حول ارتباطهما عاطفيا، وهو ما نفاه الطبيب جملة وتفصيلا، ويبدو أن صورهما الأخيرة كانت من كواليس التحضير للجراحة التي أثارت الكثير من الجدل حول التغيرات التي طالت وجه المطربة السورية.
إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز. أتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن المتابعين الكرام، ودائما سنوافيكم بكل ما هو جديد عبر قناتكم قناة كوكب الفن. أستودعكم الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.